ورجعنا لكم تاني، ويمكن النهارده الحديث ممتد عن هجره الرسول عليه الصلاه والسلام. قصص الهجره ما بتنتهيش، ولكن في قصص كتيره جدا عن علاقه ابو بكر الصديق بالرسول ورحله الهجره وغار حراء ووصولهم للمدينه. علاقه اهل المدينه بالرسول وايضا بالمهاجرين، وازاي قدروا ان هم يبقوا اسره واحده، وازاي قدروا ان هم او يتفهموا ان هم يقسموا الفلوس مع بعضهم ازاي ويشتغلوا مع بعضهم ازاي. تفاصيل كتيره جدا احنا نحب نعرفها، اطفالنا يحبوا يعرفوها. لو ما نحكي الحاجات ديت بيتعلقوا اكتر بديننا وبيتعلقوا اكتر برسولنا الكريم. عشان نعرف التفاصيل دي يسعدنا ان يكون مشرفني النهارده في الاستوديو الشيخ محمود القاضي، وهو طبعا من علماء وزاره الاوقاف. برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا ومرحبا. كل سنه وحضرتك طبعا طيب في البدايه. وحضرتك طيبه والامه الاسلاميه والقبطيه والعبريه بخير. في البدايه عايزين نتكلم عن أسباب هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل في مكة المكرمة التي ولد فيها ومشى على ترابها واستنشق من هوائها. ظل يدعو صلى الله عليه وسلم 13 عاما، يدعو القبائل جميعها. ونحن نعلم أن هناك كانت عبادة الأصنام سائدة في مكة، كانت منتشرة منتشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد الله عز وجل، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لكن كفار مكة كانت عندهم كبرياء وعندهم غلظة وفظاظة في التعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهاهم عن عبادة الأصنام وإلى توحيد الله عز وجل. فما آمن معه إلا قليل في هذه السنوات 13، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من كفار مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيذاء الذي لاحقه والأذى والمشاق التي لاقاها في طريق الدعوة في مكة، أراد صلى الله عليه وسلم أن يجد أرضا خصبة للدعوة الإسلامية. عمل إيه؟ ظل يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، حتى أن 15 قبيلة رفضت الدعوة إلى الله عز وجل من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي فتح له الأبواب أهل المدينة، بعض القبائل في المدينة، قبيلة الأنصار. نعم، بعض الأنصار في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سفيرا إليه إلى المدينة، سفيرا إلى المدينة يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصعب ابن عمير. وكانت بيعة العقبة الأولى والثانية. لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني أشد المعاناة في الدعوة إلى الله عز وجل في مكة، لم يقل خلاص أنا بلغت وأنا عملت اللي علي وخلاص، لكن كان عنده عزيمة. وهذا يعلمنا لابد أن نصبر ولابد أن تكون عندنا عزيمة في بناء دولتنا المصرية. أنا بس عندي سؤال، المفروض أن المنطقة كلها كانوا يعتبروا من الكفار، ايه الفرق ما بين مكة والمدينة، ما بين اهل مكة والمدينة؟ ليه اهل مكة رفضوا حتى الاستماع للرسول عليه الصلاة والسلام، واهل المدينة من غير حتى ما يسمعوه استقبلوه بمنتهى الفرحة وقالوا احنا عايزين نسمع منك؟ والله هؤلاء قلوبهم طيبة، قلوبهم نقية، لم تكن عندهم غلظة ولم تكن عندهم كبرياء في يعني في استقبال هذه الدعوة الإسلامية وهي توحيد الله عز وجل. لكن كفار مكة كانوا عندهم يعني كبر، وعندهم زي واحد يأتي إلينا بعد سنين طويلة ونحن نعبد الأصنام، وربما صنعوا الصنم من الحلوى ويعبدونه وإن جاعوا أكلوه، كما هذا الإله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة رب واحد هو الذي خلقهم. ولذلك حينما يقول لهم القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله.
يعني هم يعلمون أن الذي خلقهم هو الله، يعلمون أن الذي يرزقهم هو الله، لماذا لا يعبدونه؟ هذا كبرياء تغلغل في قلوبهم فمنعهم وصدهم عن استقبال رسالة الإسلام. طبعا لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل الطائف حتى يجد نصيرا، يجد مأوى، يجد أرض خصبة للدعوة الإسلامية، لكن أهل الطائف قابلوه بأشد ألوان الأذى، لم يكن يتوقع المشاق والأذى الذي لاقاه من أهل الطائف. لذلك أيضا لم ييأس صلى الله عليه وسلم ولم تهن عزيمته ولم تضعف عزيمته، وإنما لجأ إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حينها نزل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال يعرضون عليه: إن أردت أن نطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلنا. لكنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي علمنا الرأفة وعلمنا الرحمة وجاء بالرحمة للعباد وللأمة ولكل شيء صلى الله عليه وسلم، قال: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم دعا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم ييأس صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأذى، وحتى أدموا قدميه بإلقائهم بالحجارة على قدميه، لم ييأس صلى الله عليه وسلم، وإنما عرض نفسه على القبائل في موسم الحج واستقبله أهل المدينة بعد أن أرسل سيدنا مصعب ليعلمهم تعاليم الإسلام ويعرض لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي أسباب أنه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يفكر أنه يهاجر من مكة إلى المدينة، مع أنه يحب مكة المكرمة التي ولد فيها أحب شيء إليه. ولذلك نتعلم حب الأوطان التي ولدنا فيها ونشأنا فيها ومشينا على ترابها واستنشقنا من هوائها، لن نفرط في أي شبر من هذه الأوطان. لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما خرج من مكة تضحية ببلد قعدت فيها 50 سنة أو أكثر، وولدت فيها ومشيت على ترابها واستنشقت من هوائها بلد أعشقها، ومع ذلك ضحيت بهذه البلد من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. وهو يقول وهو خارج من مكة: والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التضحية، نتعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام التضحية. لما السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أراد أبو سلمة أن يخرج بها ويهاجر، وهي أول مهاجرة في الإسلام، يجهز أبو سلمة راحلتين بعيرين رحلهم على إيه؟ على المدينة، وركب راحلته هو زوجته وسلمة. حينما أراد أن يخرج من مكة بنو المغيرة ابن المخزوم قالوا له: لقد غلبتنا على نفسك، وانت هتهاجر وعايز كمان تاخد صاحبتنا معاك اللي هي بنتنا معاك أم سلمة؟ لا، انت خلاص هتسافر وتهاجر، سافر لوحدك، سيب لنا ايه أم سلمة وابنها. ترك زوجته أم سلمة لبني مخزوم بأهل المغيرة ابن مخزوم، وبعدين معها ابنها. فبنو عبد الأسد أهل أبو سلمة قالوا: لا خلاص، أنتوا عايزين بنتكم تاخدوا بنتكم، لكن الولد ابننا فناخد ابننا. القبيلة دي تمسك بيد ولد سلمة، والقبيلة الأخرى تمسك باليد الأخرى، حتى خلعوا يده. يا حول الله. خلوا بينها وبين ابنها وزوجها،
زوجها سافر وهاجر إلى المدينة، وابنها إلى قبيلة أبيه، وهي مع بنو المغيرة ابن المخزوم قبيلتها. حتى غضبت غضبا شديدا، ظلت سنة كاملة حتى ساء حالها، وحينما ساء حالها يعني حنوا عليها بأن ردوا لها ابنها وتركوها تلحق بزوجها بالمدينة. أي تضحية هذه من أجل الدعوة إلى الله عز وجل؟ نحن لابد أن نضحي، نحن نتعب ونعاني، لكن لابد أن نضحي من أجل ديننا ووطننا. كذلك لا لليأس، نتعلم من الهجرة أنه لا لليأس، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نيأس، يذهب إلى الطائف يتحمل الأذى من كفار مكة. يضع هو كمان الجميل، لأنه مش بس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بس صابر وما يأسش، أن كل اللي حواليه كانوا واخدينه قدوة، فهم نعم. كمان لا ييأسوا نعم. وكان عندهم صبر أيضا نعم. لذلك يعني نتعلم برضو من سيدنا صهيب الرومي، لما جاء إلى مكة كان ليس له مال، ولما راح يهاجر للمدينة كان عنده مال كثير، فأراد أن يهاجر، فحال كفار مكة بينه وبين الهجرة، تعال هنا رح فيه، أنت جئتنا صعلوكا لا مال لك، عايز تسافر وتاخد المال ده والخير ده اللي أنت اكتسبته من مكة؟ لا. قال لهم أرأيتم لو أعطيتكم مالي تخلوا بيني وبين الهجرة؟ قالوا نعم، فترك لهم ماله كله وهاجر دون مال. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب، ربح صهيب، لأنه يعني ترك كل ما يملك من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، من أجل أن يهاجر إلى الله عز وجل، من أجل أن يجد أرض خصبة للدعوة الإسلامية في المدينة. لما نرى سيدنا أبو بكر، أنت حضرتك قلتي أنه سيدنا أبو بكر فيه قصص كثيرة للصحبة. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، طبعا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به، قال المفسرون أنه هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان يتشوق حينما سمع أن الهجرة إلى أرض ذات نخل هي المدينة، أراد أن يعني يكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، منتظر الإذن من ربنا سبحانه وتعالى أن يأذن له بأن يكون صاحبه أبو بكر الصديق، وأن يأذن له الله عز وجل في أن يهاجر، لأنه لا يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل. فلما حبس نفسه سيدنا أبو بكر إلى 4 أشهر وهو يجهز في راحلته، يعلف راحلتين يجهزهما للسفر البعيد من مكة إلى المدينة. والله لما كنت في إحدى العمرات، أول عمرة ذهبت بها إلى مكة، وأنا بعد أن قضيت العمرة وأردت أن أزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكيت حينما كنت بين مكة والمدينة وأنا أرى الجبال الصعبة في طبعاً سيد أنا كلنا سألنا نفسنا السؤال ده، لأن الجبال شكلها مخيف. مش حتى زي الجبال المصرية، ولكن نعم. هي جبال كلها حجر، والحجر وعرة نعم. وعرة جدا وشاقة، يعني اللي يمشي فيها نعم. مش 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 رحلة سهلة. الأرض ممهدة لنا الآن، وأحيانا بعض الناس يسافر بالطائرة بالزبط. من مكة للمدينة أو من جدة للمدينة. فطبعا أنا يعني تخيلت الموقف، سفر في جبال وعرة كذلك، من أجل من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، لا من أجل مال، لا من أجل دنيا، لا من أجل متع فانية، وإنما من أجل تبليغ رسالة الإسلام. لذلك يعني نسأل أنفسنا سؤال، إن الإسلام أتانا على طبق من ذهب ونحن نفرط فيه، نفرط في أخلاقياته، نفرط في محاسن أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي المفروض إحنا نقتدي بها الآن. يعني دلوقتي شايفين الشباب، يعني بعض الشباب، مش كل الشباب، لأنه في شباب بسم الله ما شاء الله، بعض الشباب ينحرف
عن الأخلاقيات الحسنة في التعامل مع أبي، في التعامل مع أمي، في التعامل مع جاره، في التعامل مع أصدقائه، مع الآخرين. إحنا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، لما سيدنا أبو بكر الصديق يستأذن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، يقول له على رسلك أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. ولما أذن الله له في الهجرة جاءه في حر الظهيرة وقال له: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال سيدنا أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما رأيت أحدا يبكي فرحا كما رأيت أبا بكر يبكي فرحا من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى الصحبة، هذه الصحبة الصادقة. القرآن حينما يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ينظر الأصدقاء الآن إلى أصدقائهم، والمرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. نختار الأصدقاء اللي هم إيه، يقربون من الأخلاقيات الحسنة التي تخلق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نأخذ دروس أخرى من الهجرة النبوية، وهي التخطيط السليم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر لم يهاجر من قبل ولم يهاجر دون تخطيط، إنما علمنا كيف نخطط. كفار مكة يلاحقونه على باب بيته، يترك سيدنا علي في فراشه حتى يظن كفار مكة حينما يرونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت بالدار، قالوا إنه نائم في الدار، ويخرج في يقين، في ثقة في الله، في قوة إيمانية، يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وينثر على رؤوسهم التراب، ويقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويذهب ليهاجر، ويأخذ صاحبه سيدنا أبو بكر، وينام ويذهب إلى غار ثور، وينام في الغار، ويأتوا إلى باب الغار. انظري إلى الثقة في الله عز وجل. وهم جالسون في الغار، يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لو نظر يا رسول الله أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. لذلك أنزل الله عز وجل قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لقد صعدت في إحدى العمرات إلى غار ثور، حوالي من 1500 متر ارتفاع، والآن يمهد للصعود في سلالم تمشين عليها وتصعدين، لكن ساعتها لم يكن هناك تمهيد. كيف بهم وهم يجلسون في غار الثور 3 أيام؟ كيف بهم حينما ينظرون إلى، ننظر إلى طفل صغير، وسيدنا عبد الله ابن أبي بكر طفل صغير، يأخذ ينزل من غار ثور، يأخذ الأخبار من مكة ويصعد بها بعد أن تغيب الشمس، وينزل قبل طلوع الشمس حتى لا يراه أحد. كيف بنا حينما نرى السيدة أسماء ذات النطاقين تشق ثوبها لتضع فيه الطعام وتذهب به وهي حامل إلى سيدنا رسول الله وإلى سيدنا أبي بكر في الغار؟ حينما نرى هذه التضحيات نتذكر وقتنا المعاصر، لابد وأن نضحي من أجل ديننا، ونضحي من أجل وطننا. بناء وطننا ليس بسهولة، لابد وأن نلاقي المصاعب، نلاقي المتاعب، نتحمل ونصبر حتى نكون من الدول المتقدمة.
الشيخ محمود القاضي، يمكن أنا دايما لما بقعد مع حضرتك بتدينا مش بس الكلام، السيرة الجميلة للرسول عليه الصلاة والسلام، الله ولكن يسلمك. أيضا التفاصيل اللي تقدر تخلينا نطبقها في العالم اللي احنا عايشين فيه ونستفيد منها. زي ما حضرتك قلت انه الصحبة، الشباب كتير جدا بينجرفوا ورا صحبة مش كويسة بتوديهم في حتت مش كويسة، ولكن اعتقد ان النهاردة وبمناسبة رأس السنة الهجرية انه فعلا كل واحد لازم ينتقي الصحبة اللي حواليه ونتعظ من رحلة الرسول للمدينة المنورة، ونبتدي نشوف كمان حب الوطن ازاي ان احنا نزرعه جوانا بالطريقه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا اياها. الشيخ محمود بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله طبعا لينا لقاء اخر. بشكر حضرتك بإذن جدا، الله، كل سنه وشكر الله حضرتك لكم، طيب. وكل عام وأنتم بخير. هنطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل بقية الفقرات.